انسحاب سلبي على الاهلي البحريني ومحاوله من صاد شايوت. الله الله. المدرب طبعا رضا حسين مساعد المدرب هو اللي بيقود الاهلي البحريني ومحاوله شايوت. الله الله يا صادق. فاز حبيبي يرجع مره ثانيه حسين جاسم. حسين عدل. لا 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 شايت بيشيلها المتعلق اليوم الحقيقه صلاح عبد الجليل وسهله. لي خمسه حسين جاسم مره ثانيه ومحاوله للتصويب. للبحرين 17 16 17 16. وين اهداف حلوه. الهدف رقم 18 للعربي وخطره وتمريره خاطئه وكره. وين شوف خطا؟ شوف شوف الخطا شوف الخطا الانفراد. و20 الرميه الجزائيه للاهلي البحريني عبد الرزاق و17 يحطها علي عبد الرضا. يعني طريقه التصويبه هذه الطريقه سهله سهله. شوف 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 التصويبه شوف الفرص تستقل من صادق و اربع حسين جاسم صادق البحرين وكرة ما فيها شيء ما فيها شيء ابدا مقطوعه لصالح البحرين وهدف. عين عليك باردة يا صلاح يا عبد الجليل ومؤدي مباراه كبيره جدا و17 علي عمي الحره. كره مره ثانيه ليه شايت. الله الله. اربع لامتصاص اكبر قدر من زمن اللقاء وتصويبه. شوف 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 و تصويبه سهلة سهلة. شوف شوف يعني المباراة حقيقة مثل هذه الفرصة. شوف هجمة. قلت لك الأخطاء أهداف الأخطاء أهداف. والبحرين وقع الخطأ على محبوب. خطأ على محبوب. كرة مع صادق صادق وهدف. عبد الحسين عبد الحسين وين راح يوديها؟ إلى شايت. الله. للبحريني تبقى النتيجه 30 25 والمتبقي اقل من ثلاث دقائق. فوز مدعم بثلاثه او اربعه اهداف او خمسه اهداف انما العربي لم يستطع صادق. الله الله الله, الله.